الرحمن الرحيم. أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء، ما زالت الأشواط متواصلة، وكما تشاهدون على شاشة التلفزيون الشوط 11 الخاص باللقاء أبكار من هذه الفترة المسائية ينطلق على بركة الله وحفظه. ونرحب بكل الأخوة الضيوف الأعزاء في هذا المهرجان السنوي الختامي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. أيها الأخوة الكرام، ما زالت الأشواط متواصلة والانطلاقات متتالية من أرضية ميدان التحدي الذي يرحب بضيوفه هذه الأيام. ودعوني في هذه اللحظات أيضا أرحب بزميل أتى للتعليق في أول كيلومترين، أتمنى له التوفيق وأيضا له المشاركة، قلب الأسد الصغير حمد بن محمد بن حسن الثيمة العامري، سيتواصل في هذه اللحظات بالتعليق على أول كيلومترين، وأيضا أتواصل بعد ذلك لأحداث هذا الشوط الذي قدمت أيضا له سيارة سوبر بان ستيشن للفائز بالمركز الأول. إليك الكلمة زميلي حمد وأتمنى لك التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل محمد بن برايك المري، متواصلين مع انطلاقة الشوط 11، واذهب للمقدمة هناك الشبلة لمحمد بن بارك غويت قادم من الامارات للمشاركة هنا في ميدان التحدي، وارحب في كل الضيوف. والمركز الثاني هناك الروعة لحمدان بن حمد بن راشد من غدير، النقلة للمركز الثالث هناك. يا سلام، المركز الثالث هناك الطيارة سالم عنزان النعيمي. ونبدأ المركز الرابع هناك رقم 16 هناك أرباح مبارك من عبد الواحد بن غزال العامري. هل الغزنة يجون من الغزنة. ونعود على المركز الخامس أوامر لسعادة المحافظ سليمان بن حمد الجبرين، التضمير محمد بن عتيق